لما بلشت البزنس من 3 سنين طلب مني ماي كوتش اني اعمل فيجن بورد. For everybody that doesn't know what a vision board is, it's a board that you buy وبتحط عليه اهدافك وطموحاتك وبتحط التايم امتين بدك توصل لهدفك وشو هو هدفك. فلما عملته بهداك الوقت كتير اقتنعت فيه، حطيت كل تقلي وكل الانرجي فيها والبوزيتيف انرجي، وعلى هيدا الفيجن بورد حطيت البيت اللي انا فيه هلا. هيدا البيت كان حلمي انا وجوزي واولادي يكون عنا بيت بالسيتي، فحطيته على الفيجن بورد من 3 سنين. وهلا بعد 3 سنين of running my own online business نحن عايشين فيه لهيدا البيت على الويكندز، لانه it's our second house. قدرين نتكفل بدفعاته كله، قدرين نتكفل بمصروفه كله من ورا البزنس اللي نحن فيها. مرحبا، انا اسمي روان، عمري 28 سنه، وقلي 3 سنين عندي اونلاين بزنس. انا بساعد العالم كيف يعملوا اونلاين بزنس، بساعدهم بالماركتينج تولز، بالتريننج، بنساعدهم بكل ستيب باي ستيب اللي بتخولهم يكونوا سكسسفول اونلاين. What we provide is a one-on-one mentorship. What we provide is a proven system يلي بخليكم انتو تنجحوا بالاونلاين وورلد. كتير في عالم out there especially ب 2020 عم بيطلعوا على اونلاين بزنس يلي بتخلقوا لهم هالاونلاين بزنس انه يعملوا فيها مصاري، بس most of the people ما بيعرفوا وين يبلشوا او كيف يعملوها او كيف ينجحوا بهالاونلاين بزنس. This is where we come as an online community. هلا السبب الوحيد يلي عم بتشوفوا الفيديوهات اللي عم تشوفوها على الادفرتايزمنت either يوتيوب or انستغرام or لينكدين or فيسبوك or any other platform، السبب الوحيد عم تشوفوا دعايات كتير هو انه السيستم بيشتغل، هو انه العالم اللي عم تشتغل فيها عم تجيب نتائج. سو اذا انتو coachable people are looking for a successful online business لتبلشوها بس مش عارفين وين تبلشوا وحابين هالفاينانشال فريدم، don't look anymore. This is the right place for you. We're only looking for coachable people, for individuals that are willing to put their 100% effort into it, and for people that are willing to be risk takers ليوصلوا حالهم للfinancial freedom that they want. ما بيهمني شو هي الباكراوند اللي إلك أو اللي إلك أو وين عندك education أو experience or any of that. كل اللي بيهمني إنه في عزيمة وإرادة إنه أنتوا تنجحوا وتوصلوا حالكم للfinancial freedom اللي بدكم إياها. Thank you very much. Have a fabulous day. We'll talk soon. Bye.